كابتن طارق مصطفى طبعا لعب مع الزمالك وطالق مع الزمالك ولعب كمان مع اسوان ولعب مع الجونه ولعب مع الشرق للدخان، مشوار كبير للاعب كبير وحاليا مدرب قدير كابتن القدير طارق مصطفى. الفاول محمد اشرف على طول عرضيه خطيره راسيه متابعه هوبا تصويب والهدف الاول جول جوه جول الهدف الاول زد اف سي يخطف هدف التقدم بقدم احمد عاطف قطه يسجل الان الهدف الاول في الدقيقه 43 من نهايه الشوط الاول. باصه بلمسه بعرضيه بدربكه دفاعيه موجوده ورا في دفاعات البنك الاهلي والخطفه واي خطفه بقدم وعمل كل حاجه وفي المقابل فريق زد اف سي من الكره الثابته ومن الكرة الطولية بقدم محمد رضا ومتابعة بلمسة من عبد الله بكري وعلى طول الخطفة غير بقدم مين؟ بقدم اللاعب احمد عاطف قطة بالقدم اليسرى يحطها قوية بعيدة هناك على شمال ابو جبل عشان زد اف سي